بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن عادل ابو الرحمن. نور يا كابتن. نور يا كابتن. الله يخليك. مبروك النادي الاهلي طبعا، 6 نقاط في ماتشين، اداء ونتيجه، وهارد لك لنادي البنك الاهلي. كابتن ايمن، النهارده عندنا مباراه كانت يعني مش عايز اقول صعبه، لكن هي كانت متوسطه الصعوبه بالنسبه لطاقم التحكيم، ولكن يمكن احنا كان عندنا 6 حالات كابتن عادل تحكيميه انا اخترتهم، فيهم حاله تقريبا عند الحكم المساعد شريف عبد الله، ودي حاله طبعا اعتقد الكتير يمكن يعني ما يروح لهاش، او يبقى عنده بالنسبه ليها الثقافه التحكيميه مش هتبقى موجوده. دي جايبه ايضا دي حاله تعليميه عشان نقول للناس كلها، المدربين او الحكام، ان الحاله ديت هيبقى موقفها ايه، هل في تسلل او انا بعتبر اللاعب في موقف تسلل لا، ولكن من خلال حالات كابتن ايمن هنشوف الحالات اللي موجوده. كان عندنا طاقم التحكيم مكون من الحكم محمود عاشور حكم الميدان، كان مساعد رقم 1 شريف عبد الله، والمساعد رقم 2 احمد لطفي، ومحمد التابع كان حكم رابع، على الفوار عبد العزيز السيد، وكان معاه حماده القلاوي. نشوف الحالات يا كابتن ايمن، ونشوف الحاله الاولى اللي موجوده معانا. حاله تحكيميه مهمه جدا جدا جدا، ونشوف الحاله اللي جايه. نخلي بالنا من اللعبه ديت مهمه جدا عند شريف عبد الله. نشوف كده، هنشوف، هنمشي 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 هنمشي، نقف نقف نقف. انا عندي هنا كابتن لاعب خارج ميدان اللعب، لاعب نادي الاهلي، وهنا اللاعب نادي البنك الاهلي، الاثنين هنا خارج ميدان اللعب، تمام. الحكم المساعد هنا هل بيعتبر اللاعب نادي الاهلي دوت متواجد داخل الميدان ولا خارج الميدان؟ لا داخل الميدان لو بيكمل اللعب. هل بيعتبر نادي البنك اللاعب البنك الاهلي خارج الميدان ولا داخل الميدان ومغطي التسلل؟ اللاعب ده بقى اوفسايد، دي مهمه جدا جدا. بالظبط كابتن عادل، واصله؟ واصله. انا كحكم مساعد هنسمع منك بقى. لا ارجع ارجع تاني، ارجع من فضلك زي اللقطه وسيبها لي من فضلك لو سمحت. دي حاله تعليميه كابتن، مهمه جدا ليك للمدرب، للاعب ذات نفسه اللي مغطي ده، هل هو مغطي ولا لا؟ هات لي اللعبه من فضلك الاعاده ووقف لي عليها، عشان دي لعبه حاله من الحالات التعليميه اللي الحكام نمشي 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 ونقف ونقف. سؤال، حد عنده اجابه؟ مش اوف سايد يا كابتن. كابتن ايمن، هي مش اوف سايد عشان هو دخل، لكن انا لا 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 هنا هنا على الوضع ده مش عارف. لا مش عارف. لا يعني هو دول نتيجه الكابتن ولا لا؟ انا عايز اعرف. سؤال يا كابتن، هل لاعب النادي الاهلي مغطي التسلل؟ لا هو خارج الملعب ولا بره الملعب؟ بره الملعب. انا بتهيألي ان هو خارج الملعب. برافو. وانا برضه بالنسبه لي بره الملعب. هو بره الملعب ولكن متداخل في اللعب، يعتبر لما دخل اللعبه مكملها يا كابتن. هو خارج الملعب يا كابتن. هو خارج. ايوه مظبوط. هو خارج الملعب. ولكن سؤال يا كابتن تاني عشان حضراتكم بس تبقوا انتوا عارفين. ماشي. هل اللاعب ده انا حاسبه كحكم ولا بخرجه خارج حساباتي خالص؟ لا ما بخرجوش خارج حساباتي. ان هو خارج ميدان اللعب. لا ما انا بالنسبه لي خارج حسابات. لان اللعبه ماشيه. خارج الحسابات. لا طبعا. انا بالنسبه لي خارج حسابات. نتكلم القانون. اتفضل يا كابتن. في الحاله ديت هي الماده 11 التسلل بنقول ايه؟ اي لاعب مدافع يخرج خارج ميدان اللعب لاي سبب كان يا كابتن. اي لاعب مدافع يخرج خارج ميدان اللعب لاي سبب، سبب اندفاع، ايوه، سبب تكتيكي، سبب للاصابه، ايوه، انا كحكم بعتبره متواجد على خط المرمى. مزبوط. يعني معنى كده متواجد في اللعب. مزبوط. وبحسب. صح. انا بقول الكلام ده ليه؟ ربما ممكن يكون مدرب يقول لك انا هنا اللاعب ده مثلا لو جاب جون ما يبقاش تسلل، او حساباته تتغير، او اللاعب ذات نفسه يقول لك انا بره. خلي بالك يا كابتن، لان كان في لعيبه طب بتطلع بره الملعب علشان تبين انها مش متداخله في اللعب. عشان كده كابتن ايمن. بالظبط. زي ما انت قلت كده، برافو عليك. بالزبط. هنا انا بحاسبه وبعاقبه. طب يا كابتن، طب انا هفضل لحد امتى بعتبر هذا اللاعب متواجد هنا او مغطي تسلل؟ لنهايه الهجمه. لنهايه الهجمه، برافو كابتن شريف. بالظبط. لحين توقف اللعب او المدافعين هنا يخرجوا الكره خارج حدود. طب يا كابتن، افرض طب ما الفرقه الثانيه معاها واحد بره، نفس الشيء بحاسبه. لو رجع وتدخل في اللعبه وهو في موقف تسلل بعاقبه يعني على التسلل. يعني الكره دي دخل الجون تتحسب ايه؟ كابتن، ما لسه بقى نحكي في اللعبه، انا بس بدي دخل الجون. مهمه جول. مهمه ان طبعا. هنا في 2 لعيبه هنا، لاعب نادي الاهلي هنا مغطي التسلل، هو وقف على الخط. ولكن نيجي بقى للعبه كابتن، بس بعد اذنك. طب افرض بقى كان بره بس مصاب وهو قاعد. مصاب. شفت انا قلت ايه؟
اي لاعب يخرج خارج ميدان اللعب لاي سبب لا كان. لا افرض قبل اللعبه دي خارج وكان واقع في الهجمه واصيب وقعد. انا بعتبره ايضا مغطي يا كابتن اسامه لحين ايه؟ زي ما قلت الهجمه الكره بتخرج بره او الحكم بيصفر بايقاف اللعب او الكره بتتنقل لنص الملعب. استاذنك بس حارس المرمى بره. ما انا هقول بقى. هي الحاله تسلل مفيش فيها كلام. ايوه مليون في الميه. وبحيي طبعا شريف ان كان مركز جدا جدا جدا. نشوف بقى الحاله بقى ونشوف لاعب ده في موقف تسلل ولا لا. نرجع من فضلك لو سمحت. احنا بنتكلم في لعبه تعليميه للكل. مظبوط. للكل خلاص. هنا اللاعب ده كابتن اللي هو بتاع البنك الاهلي اللي رجع دوت واشتدخل في اللعب. هنشوف كده هنمشي تمام نمشي واللاعب ده تمام خرج نمشي ونشوف هو لاعب هنا ادي واحد. احنا قلنا لاعب اقرب الى مرمى خصم من ايه؟ على الاقل من اثنين. هنا حارس مرمى علت فطلع بقى فيه لاعب واحد بس. ده واحد بس وبقى لاعب النادي الاهلي هنا موجود. اذن هنا الحاله بقت تسلل. مظبوط. ولكن السؤال لو علي لطفي على خط المرمى ادي اثنين لعيبه وادي لاعب خط المرمى يعني يبقى اثنين لعيبه. مظبوط. يبقى مش في تسلل. انا بحيي شريف عبد المنعم. شريف عبد المنعم على ان هو كان مركز جدا صح. عشان اللاعب اللي بيخرج لاي سبب تكتيكي او اندفاع او اصابه انا بحاسبه كانه موجود في ميدان اللعب. يلا خلينا نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. شوف طبعا عاشور النهارده قدم مباراه جميله ولكن التفاصيل في اللعبه ديت ما كانتش موجوده. هو لم يحتسب المخالفه ونشوف هنا هل في مخالفه تستوجب البطاقه ولا مفيش. شوف هنا القدم لنادي لاعب نادي البنك هنا محمود السيد. بس خلاص هنا احنا قلنا فوت اون فوت دي احنا قلنا دي التهور وهنا كان يجب اشهار البطاقه الصفراء في هذه الحاله. هو خلى اللعبه تواصل وهنا بقول ان هنا في انذار هنا مفقود في هذه الحاله. الحاله اللي بعد كده حاله من الحالات ايضا الحالات المهمه جدا هنا طبعا هنا عاشور كان قريب جدا عنده زاويه رؤيه واسعه واضحه وبالتالي هنا بطاقه صفراء موجوده وقرار صحيح من الحكم محمود عاشور. النهارده كان هادي جدا وما كانش في اي توتر بالنسبه له وادار المباراه بشكل اعتقد بشكل جيد. نمر ونروح للحاله اللي بعديها. بالمثل احنا قلنا المعايير يجب ان تكون واحده في كل الالعاب الكابتن شريف. الحاله الاولى يمكن عاشور ما انظرش فيها وكان فوت اون فوت وهنا نشوف هنا لعبه النادي الاهلي هنا بدر هنا بردك ايضا نشوف هنا هل في مخالفه ولا ما فيش. نشوف هنا القدم هنا على القدم وهنا في دهس على القدم وكان يجب اشهار البطاقه الصفراء هنا للاعب النادي الاهلي بدر في هذه الحاله. طبعا هو يمكن لم يحتسب المخالفه شايف ان هنا في مخالفه تستوجب البطاقه. كويس. الحاله اللي جايه تمام هقف هنا. يا ريت نخلي الهدف يعني نمشي الهدف الاول ونجيب اللقطه ديت في بعد الهدف. نمشي الحاجات ديت اللي عندي يا كابتن يعني احيانا بتقلق يا كابتن علاء. هل محمد شريف كان في التسلل ولا لا؟ لحظه التصويت هرجع تاني ستوب. اولا انا بحيي محمد شريف جدا يا كابتن. واقف صح. هقول ليه؟ اولا هو رابط كويس قوي من زميله اللي بيسدد مع اللي بيسدد صح. دي واحد هو عارف كويس قوي هتحرك امتى لان هو لو خطوتين كمان قبل التسديد اوفسايد. برافو عليك. طبعا. اذا محمد شريف ليه؟ لان هو ذكي جدا عنده قراءه هو كمان عنده تحضير للقرار. انا هروح فين وحجري امتى. كنت اعرف واحد بيعملها ايمن شوقي. فاولا انا بدي محمد شريف امتياز. ليه؟ اي لاعب النهارده مش حاسس بالمكان يا كابتن شريف كان قطع قبل التسديد وبالتالي الكره لو كانت ردت كان هيبقى في موقف تسلل. هو عمل هنا تحركين يعني جمال جدا اتحرك ووقف وبعدين راح متحرك كان مركز جدا لحظه التسديد. نشوف كده الكره دي كانت هتخش جول لوحدها يا كابتن. والله لا مش باينه ان هو كملها. كان ممكن ما تجيش جول. لا ما بتلفش ولكن انا بقول شريف ليه في اللعبه دي يا كابتن ايمن؟ لان هو عارف يا كابتن عايش الحاله عايش لعبه قاريها صح عاريها مش صح. مش واقف في اي مكان. فبحيي شريف بقول له برافو شريف على تمركزك في هذه الحاله وربطت كويس قوي لحظه التسديد وكنت في موقف سليم وهدف طبعا هدف سليم لا يوجد تسلل في هذه الحاله. عندنا حاله اخيره وكانت ما بين شريف وما بين مدافع نادي البنك الاهلي. نشوف هنا
هنا في ايد يا كابتن، واحنا قلنا الايد لما تتحط على الجسم مش معنى كده يبقى في مخالفه. نشوف هنا الايد، يلا خلينا نمشي على طول نسيب الحاله تتواصل. هنا في ايد وفي ايد، وفي الاخر خالص سكوت. وهنا بقول احتكاك طبيعي جدا 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 في هذه الحاله، لا يوجد طبعا حدث ولا يوجد مخالفه. وقرار عاشور كان متميز جدا جدا، قريب جدا جدا. ودي اخر حاله كابتن قبل اخر حلقه سريعا عشان ناقص لنا دقيقه بس. اتفضل. عايز اسال حضرتك في حاجه حصلت في مباراتين. اتفضل. حته اتاحه الفرصه في ركله جزاء. يعني ركله جزاء لفريق والكوره راحت للاعيب تاني منفرد هيجيب جول. وشفنا في الحالتين ان الحكم صفر ادى ركله جزاء، واحده في مباراه الاهلي لو تفتكر بتاعت علي معلول، وواحده حصلت اعتقد امبارح ماتش المقاولين او حاجه زي كده. كلام سؤال مهم جدا جدا هجاوب عليه سريع يا كابتن، هي تتوقف على الحكم. في حكم تقيل جدا جدا كابتن علاء، عنده قراءه وبيصبر. وفي حكم اول ما بتيجي ركله جزاء بيروح مصفر ومخلص. انا هنا بقول ايه؟ بنقول للحكام ندمج، لو انت لو انت لو انت شايف ان اللاعب ده كابتن شريف خلاص يعني الكره خلاص يعني هحط الكره جون، خلاص استنى شويه. ما تغامرش، لانك انت لو خليت اللاعب يستمر واديت له افضليه اعتقد هيبقى صعب ترجع لركله جزاء. فالافضل نقول له ايه؟ احسب ركله جزاء، لان هي دي يعتبر الافضل بالنسبه للفريق عشان خاطر ما تدخلش نفسك في مشكله. متهات. ده اللي احنا بنقوله وبنتمنى طبعا ان شاء الله لو كان هناك طاقم تحكيم مصري في مباراه الاهلي والزمالك، نتمنى يكون الطاقم جاهز نفسيا وبدنيا وذهنيا، وبالتوفيق للتحكيم ان شاء الله في المباراه القادمه يا رب ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز دايما كابتن ناصر عباس. شكرا كابتن ايمن. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي ونادي البنك الاهلي في الاسبوع الثاني للدوري العام المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. حابب اشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شاكرين جدا يا كابتن. الف كابتن ايمن بشكرك، مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك. كابتن اسامة عرب شرفتنا يا كابتن. ألف شكرا صح. والف مبروك. كابتن علاء ميهوب شرفتنا يا كابتن. شكرك يا ايمن، الف مبروك، ان شاء الله نبارك من الجمعه يا رب ان شاء الله. اخيرا كابتن عادل عبد الرحمن فيلسوفنا، شكرا كابتن. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.